الخبر الاول اللي عدنا عن ماريانا وردها على ياسو وريدر. بالنسبه للاشخاص اللي ما يعرفون شنو اللي صاير، فبالبدايه ماريانا نزلت هذا المقطع على قناته وكان بي اسم ياسو عم تجيب مشاهدات، فريدر نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري اللي قصف بيه ماريانا واتهمها تريد تجيب مشاهدات على حساب اسم ياسو، فماريانا قررت انه ترد على ريدر. فماريانا نزلت على حسابه بالانستغرام هذا الستوري اللي تقول له بيه ريدر بدل ما تكون انت محضر خير جاي تتهمني انه ارد اجيب مشاهدات على حساب ياسو. للمعلومه هذا الستوري حذفته، راح احط لكم اياه. انه بدل ما تكون محضر خير، بدل ما تكون انسان منيح انسان جيد، جاي عم بتقول مشاهدات ومصالح. يلا انا عملت اللي علي، شكرا. هل تشوفون يا حبايب ممكن ريدر ينزل ديستراك بالايام القادمه؟ اكتبوا لنا رايكم بهذا الخبر بالكومنتات. الخبر الثاني اللي عدنا عن ماريانا وفضيحتها، فماريانا نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري كان محادثه ويا شخص مجهول، المحادثه عاديه ولكن لو تدققون زين حتشوفون كلمه بحبك مكتوبه بالرساله اللي قبلها، فهواي من الاشخاص صاروا يتوقعون انه هذا ممكن يكون حبيب ماريانا، فماريانا نزلت ستوري ولكن بدل ما تكذب هذه الاشاعات سببت ضجه اكبر، فبالستوري ويا نفس الشخص المحادثه قايل لها في بحبك فوق ترد عليه ما كنت منتبهة. طبعا اكو تفسيرين للموضوع، التفسير الاول واللي هو ماريانا تريد تسوي ضجة مو اكثر وتوخى تركيز الناس على قصة معركتها ويا ياسو لانه هواي صار يكرههم ماريانا بسبب هذه المعركة فتريد توخر التركيز عن الموضوع. اما بالنسبة للتفسير الثاني ممكن يكون حبيب ماريانا ولكن بهذه الحالة ما حيكون هو طبنجة، لانه لو تنشر محادثة ويا طبنجة فهي بالعادة تحط حسابه وتحط يعني اسمه، ولكن هذه المحادثة كانت بدون اسم. وطبعا اكو تفسير ثالث انه يكون هذا شخص يعني مجرد من فانزات ماريانا مو اكثر فعادي يقول هيجي كلام يعني. على كل يكتبون كومنتات توقعاتكم وشنو اقرب شيء تشوفوه ممكن يكون هو الحقيقه. الخبر الثالث اللي عدنا عن مفاجات اليوتيوبر، فاول يوتيوبر اللي هو احمد ابو الرب، فاحمد نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري اللي اعلن بيه انه يسوي اغنيه جديده، فكتب بلشنا شغل على اغنيه جديده بدري، وبالستوري اللي بعده كتب مين بتتوقعوا معي بالاغنيه؟ الشخص ابدا ما بتتوقعوه، فاكتبوا لنا بالكومنتات يا حبايب منو تتوقعون وياه الاغنيه؟ هل ممكن يكون ريدر مثلا وياه؟ اما اليوتيوبر الثاني فهو انس وبيسان، فانس نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري اللي دي حمس بيه الناس من خلال المقطع وحط جزء من المقطع يعني، راح احط لكم هذا الستوري شوفوا شنو قال. والله حبايب القلب، حبايب القلب والله العظيم من اقوى الفيديوهات اللي عملتها انا وبيسان وعليه تحدي كثير قوي، ان شاء الله بكره راح ينزل بكره الساعه 8 يكونوا جاهزين وفعلوا الجرس، بدنا نولعها بكره، في حكم كثير عقاب شديد والله. الخبر الرابع اللي عدنا عن حقيقة هذا المقطع اللي نزلته نارين اللي كانت تريد توصل من عنده رسالة انه ما بينهم بين موفلوكس شي، ولكن للأسف هذا المقطع طلع مصور قديم يعني مصوريه وبعدين نزلوه بهذه الفترة، فبالنسبة للأشخاص اللي اخذوا هذا المقطع كدليل انه ما بينها وبين موفلوكس اي شي، للأسف كلامهم غلط لان حتى شيرو اساسا حاليا هو بالسويد. الخبر الخامس اللي عدنا عن نور مار والمقلب السواب انور مار، فنور نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري اللي كان بانور دي يغني اغنية حطيتك براسي، ولكن نور مار كان يصوره بدون ما يعرف، راح احط لكم هذا الستوري وشوفوا ردة فعل انور على الموضوع. صحتي بدونك لا مو تمام، يا ويلي هدم حيلي سهران ليلي وما في نام، كيف بدي نام وانا معك نار بيك خراي فينش. وبس والله انه وصلنا نهاية المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، لا تنسوا تحطون لايك وتشتركوا بالقناة عشان يكون فيديو زي ما قناة من مكتب القصص، وبس مع السلامة.